أن العمل الفردي لن يحقق نتيجة. لنعلم هذا الأمر، العمل الفردي لن يحقق نتيجة، كما أن الفرد مهما كانت إمكانياته لا يملك عصا سحرية تحل مشاكلنا. لذلك لابد من دعم العمل الجماعي المنظم الذي يحتوي الجميع بلا إقصاء أو تهميش. إن قصر نظر السلطة اليوم يدفعها إلى التمادي، لكن إلى أين وإلى متى؟ لذلك أوجه رسالتي إلى من بيدهم القرار، تداركوا الأمر سريعا، وأنا على ثقة بأنه لو خطت، أعيد وأكرر، لو خطت السلطة خطوة واحدة نحو المصالحة مع الشعب فإن الشعب سوف يخطو خطوتين اتجاهها.